السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم سنقوم بشرح درس كيفية تفعيل ويندوز 8.1. الويندوز معي ليس مفعل، كيف سنقوم بتفعيل الويندوز؟ أولا هذا الملف سأرفق لكم الرابط تحت الفيديو. نقوم بالضغط على الخانة الأولى ضغطتين، وسيعطيك نافذة تقول يس أو نو. أنت تضغط على يس ومن ثم أوكي. سيأتيك هذا البرنامج هنا إذا اكتملت عملية تثبيت هذا البرنامج أو التطبيق. الآن سنقوم بتفعيل الويندوز. من هذا الملف نقوم بالضغط على الخانة الأولى ونقوم بالضغط على نعم. نضغط نيكست. I accept next. لا تعدل مكان حفظ التفعيل. ضغط على نيكست نيكست ومن ثم سيتم التثبيت. Automatic defense procedures initiated. Warning, primary shields are failing. Program complete. خلاص تم تفعيل الويندوز. الآن نقوم نحن بإعادة تشغيل الكمبيوتر، لأنه بعد ما يتفعل، بعد ما نثبت التفعيل ما راح يتفعل، لأن الكمبيوتر لم يعيد التشغيل. فقط نحن نقوم بإعادة التشغيل وستختفي هذه الكتابة ويتفعل الويندوز. هذا هو درسنا لهذا اليوم، وأرجو أن البرنامج هذا نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.